انا معايا دكتور كرم كردي عضو اتحاد الكره. دكتور وصلتوا فين في المفاوضات للحصول على البث الارضي لمبارياتنا احنا على الاقل؟ الاول مساء الخير حضرتك. مساء الخير يا استاذ ايهاب. بص حضرتك النهارده كان في توقيع بروتوكول مع المجلس الاعلى للتنظيم الاعلام وفي بحضور طبعا الاستاذ مكرم محمد احمد والمهندس هاني بريده. يعني بصرف النظر على ان احنا كنا رايحين لتنظيم الاداء الرياضي في الاعلام، لكن كان طبعا من المواضيع المثاره وبشده وبقوه موضوع البث الارضي بتاع مباريات كاس العالم. انا برضو يعني باكد كلام الاستاذ ايهاب مع يعني تعديل بسيط، ان باذن الله المباريات هتذاع ارضي، لكن حضرتك انت عارفه في الاخر هي الفلوس هي اللي بتتحكم في الامور دي. انا كراجل ببيع او كراجل صاحب منتج، فطبعا في الاول خالص ان انا بحاول ابيع بقدر ما استطيع بمبالغ عاليه علشان اغطي التكاليف وعلشان اكسب. وبالتالي هم الاتحاد الدولي لغايه دلوقتي او اصحاب الحقوق لغايه دلوقتي لم يحددوا اسعار للبث الارضي في خاصه للدول المشاركه اللي هم ال 32 فرقه. يعني الارقام اللي سمعناها اللي هو مره 12 مليون دولار ومره 20 مليون دولار، ده ارقام مش دقيقه. لا دي ارقام عاليه، دي ارقام عاليه، واخد بال حضرتك؟ لا باذن الله هيكون اقل من كده. وانا شايف النهارده كان الدولة ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مصممة على أن يجب أن أو من حق الرجل الشارع المصري أن هو يتفرج على فريق بلده في نهايات كأس العالم، وبمشاركة برضو الشركة الراعية تبز المساعي واتحاد الكورة. وفعلا زي ما الأستاذ قال في اجتماع الأسبوع الجاي في كولومبيا ويكون في المهندس هاني، ومن الحاجات الاساسيه فيه اللي هو حصول مصر على البث الارضي لمباريات كاس العالم. فباذن الله ان هيكون الاتفاق موجود، لكن انا برضو بقول مش 1-4، لا هو هيأجل اكتر من كده علشان هم يقدروا، لان هو لو باع او حدد ارضي لكل الدول من دلوقتي مش هيعرف يبيع فضائي. هو حضرتك برضو خليكي مكانهم. ليه مش خلي بالك ان الفضائي ده الاوسع انتشارا، الارضي برضو يعني خلاص المعادله اتعكست. الفضائي بيدفع اكتر قبل حضرتك وبيبقى انتشاره اوسع زي ما حضرتك بتقولي، وبالتالي المبالغ اللي تبقى محصله منه مبالغ جيده غير الارضي. والارضي انت زي ما يعني انت بتحاولي في الاخر بتاخدي باقل الاسعار. لكن في الاول هي بتبقى مزايده او شبه مزايده ما بين الفضائيات، لكن الارضي جاي باذن الله وباسعار الحكومه المصريه تقدر تستحملها، والناس كلها يعني مستعده تماما لان هي يعني تضحي او ان هي تبذل او ان هي توفر المبالغ المطلوبه علشان جميع المباريات توصل لجميع. السؤال بقى التاني يا دكتور كرم، يعني دلوقتي طبعا مبارياتنا، وانت دلوقتي طمنتني انه ان شاء الله مبارياتنا مباريات مصر اللي هي في الدور الاولاني على الاقل اقل حاجه من التأول اللي هم الثلاث مباريات دي هنشوفهم ارضي باذن الله. طيب. هيبقوا اكتر من ثلاثه، نتمنى يا رب يا رب، يعني انا اتمنى وان شاء الله يكونوا اكتر من ثلاثة. لكن سؤالي بقى، طيب ماذا عن باقي المباريات؟ ما انا مش عايزه تساب، انا عارفه طبعا الوضع والاموال والتكلفه وكل ده، لكن برضو مش عايزه اسيب المشاهد المصري وما بين مطرقه بي ان سبورتس وبين سندان القنوات الاسرائيليه المفتوحه اللي هتحط لنا معلقين عرب. لا طبعا ده محطوط في الاعتبار، واخده بال حضرتك، وهم اكيد هيبقى في عدد من المباريات هيتم الاتفاق عليها برضو، منها اكيد مباراه الافتتاح ومباراتين الدور قبل النهائي والنهائي علشان المشاهد المصري ممكن يشوفها. فهو احنا بس انت الاهم حاجه عندك الاول مباريات مصر، وباذن الله برضو هيتم الاتفاق على عدد من باقي المباريات علشان توصل على القنوات الارضيه في مصر. بشكرك دكتور كرم كردي عضو اتحاد الكرة.